السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، نهار جديد وفيديو جديد كما كنقول لكم دائما. الفيديو ديال اليوم البنات هو التتمه ديال الفيديو ديال اللي حطيت لكم من قبل ديال الفصاله ديال الكسيوه ديال البنيات قبل من سنه، قبل من عام. اليوم غنحط لكم فيديو ديال الخياطه، كنتمنى يعجبكم. واللي شاف الفيديو ديال الفصاله يشوف لا فيديو ديال الخياطه، كسيوه زوينه ومعتبره. انا كيعجبوني الحوايج ديال الدري الصغار، داكشي علاش كنشكركم الاصدقاء ديالي اللي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد. كنشكر الاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، وكنشكركم على التعليق ديالكم الزوينين وعلى لي لايك ديالكم. وما تنساونيش في لي لايك، الله يجازيكم بخير. اللي دخل الفيديو، اللي تفرج في الفيديو عجبته القناه ديالي، يشترك معايا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. وما تنساونيش كما قلت لكم في لي لايك. غنوريكم الكسيوه، هاد المقدمه درتها لكم حتى خيطت الكسيوه حتى وجدتها باش تشوفوها قبل، باش تعرفوا علاش كنهضر واش كسيوه زوينه ولا خايبه. هي الكسيوه فيها غير ديك 45 44 سنتيم، يعني قل من عام كسيوه كتحمق. غنوريها لكم هو الاول، وباش نشجعكم باش تشوفوا الفيديو ديال الخياطه. هي البنات هي الكسيوه، كنتحدى اي واحد شافها وما غاديش يتشها باش يخيطها وباش يفصلها، وما كتطلعش بشي ثمن، بشي ثمن غالي ولا شي حاجه. ها نتوما، ها نتوما شفتوا كي الكوميمات ديالها بلي فرانس، وعندها الكول ديالها، والكول ديالها عاوتاني من هنا. وما تنساوش البنات راه كنشدوا هنايا بواحد الخيط باش يبقى لينا بحال هكا الكول. ها نتوما كيحمقوا لينا الحويجه ديال البنيات الصغار، كاع ديال الدراري الصغار. هي هادي، اي واحد عجبته هذيك السيوه يقولها ليا في التعاليق. وما كنظنش حتى شي واحد ما غاديش تعجبو هذيك السيوه، زويونه وما كتطلعش 50 سنتيم ديال الثوب باش طاحت، والله العظيم. ها نتوما كما كنقول لكم، اللي مشترك معايا في القناه يشترك معايا وفعل الجرس باش يوصلو كل جديد، وبقاو مع الفيديو من الاول حتى الاخر. فيها يعني فيه معلومات زوينه على الكسيوه، كيفاش تخيطوها. عطيتكم كيفاش تفصلوها، دابا عطيتكم كيفاش تخيطوها. بقاو معايا من الاول حتى الاخر. وهانتوما معايا، انا رجعت معكم البنات باش نخيطوا الكسيوه ديال البنيه اللي فصلنا من قبل، الكسيوه ديال قل من عام. اول حاجه غادي نبداو، غادي نديروا ليها الكول، الكول ديالها اللي فصلنا. غادي نديروا ليها هذا بي كوردوني، بي كوردوني. علاش كتسولوني بزاف البنات؟ هو هذا، ما غاديش نديروه بهذا اللون ابيض، غادي نحاولوا ندخلوا فيه اللون، لان الكول ابيض غادي نحاولوا ندخلوا فيه هذا اللون. غادي نوريكم كيفاش تصوبوا بي كوردوني وتدخلوا فيه اللون. بحال دابا الا غنفصلوا الثوب اللي غادي ندخلوا في بي كوردوني، غادي نفصلوه بحال كنشدوا من هذه الزاويه لهذه الزاويه بحال هكا، وكنطويوه بحال طوينا الفولار بحال هكا، وكنقطعوا القياس ديال تقريبا 4 سنتيم تقريبا بحال هكا او 3 سنتيم. غنحاول نقطع انا غير القياس اللي غادي يجيني، غنحاول نقطع 3 سنتيم. نتوما الى تقطعوا حاولوا تراسيوه باش يجيكم قد. انا غادي نقطع عيني ميزانو، غادي يجيني ان شاء الله قد بحال هكا، كنمشي معاه حتى اللفه. وغنقول لكم علاش قطعناها بهكا البنات، غادي نقطعوها بهكا باش يبقى يتيرا بحال هكا باش يقدر يدور لينا الثوب مع بي كوردوني. كنشد دابا هذا اللي فيه 6 ديال السنتيم، غادي نقسمو على جوج باش ندير به لي لهنا وله الجهه وله الجهه. هنا كاين الكل لهاد الجهه، كاين الكل لهاد الجهه. غادي نوريكم دابا كيفاش غادي نهز بي كوردوني بحال هكا كما كتشوفوا. كنهز الداخل ديال الثوب اللي هو هذا، وكنحط فيه بي كوردوني بحال هكا بحال هكا، كنحطو في النص وكنطوي، وكنخيط غير على هذا الحاشيه، ولكن كنخيط بالصباط ديال السنسله، الصباط ديال السنسله اللي هو هذا. غادي نركب دابا الصباط ديال السنسله ونوريكم كيفاش كيتخيط، كنخيطو غير في الحاشيه. دابا ملي ركبنا الصباط ديال السنسله البنات، كما قلت لكم كنشدو هذا بي كوردوني، كنطويوه هكذا على جوج بحال هكا،
وكنمشيو على الحاشيه ديال داك الكوردون اللي كاين الداخل ديالو. هنا في الداخل ديالو راه كاينه واحد الداخل ديالو، الا حليناه من هنا كنلقاو واحد الكوردون اللي هو هذا كما كتشوفوا. ها هو هذا الكوردون دابا كاين مصيب في وسط هذا البي، هو هذا. دابا كنمشيو على هذا الحاشيه، ها نتوما شوفوا معايا كيفاش كنخيطو، وكنمشي على الحاشيه ديال داك الكوردون. وعلاش درتو بديك الطريقه؟ فصلتو كيتيرى بحال هكا وكيقدر يدور ليا على الكلودين ديالنا. دابا البي ديالنا البنات هو هذا، خيطناه باش غيبقى يبان منه غير هاد شويه. كما درت لهاد الطرف اللي غادي ندير في الطرف الاخر غادي نخيطو، غادي نرجع معكم. دابا البنات ملي خيط بي كوردوني ديالي غادي نوريكم كيفاش كيتخيط على الكول. كنهزو واحد الطرف من كل كلودين ديالنا، كنحطو هكذا على الجنب، وكنمشي عاوتاني بالصباط ديال السنسله باش كنخيطو. كنمشي على ديك الحاشيه نيشان، كنحاول ندورو البلاصه اللي ما بغاتش تدور ليا، كندير فيها الضريبات بحال هكا باش يجيني كيدور في اي بلاصه ما كيدورش فيها البي، كيدور الى درنا له ديك الضريبات. وكنمشيو حنا غير على الكوردون بوحدو، ما كنقيسوش الطوب الاخر كما كتشوفوا. ثم كتخيطوا وكتقدوا. كيبقى ليا نص ديال سنتيم باش نخرج، كنخلي لي برا في الثوب، وكندور الكول وكندور بي كوردوني ديالي. كنجي لهاد القنت كندير فيه ضريبه بحال هكا باش الا بغيت نخيطو ما يجينيش ملوي ما حتى حاجه. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي نلصق الطرف الاخر، يعني بحال كما درت لهذا كندير لهذا، ولكن كنخيطو على الجهه الاخرى باش نقدر نمشي على هاد الخياطه اللي كاينه هنايا باش يجي في واحد النيفو كامل، ما ندخل على الكوردون ما ندخلش على الثوب. كنحط واحد على واحد بحال هكا، وكنخيط كما قلت لكم من الجهه اللي دايزه فيها لا ماشين باش نمشي على نفس الغرزه اللي دزت في الاول ندوز عليها. حاولوا ما يكون عندكم فيه الديكالاج ما حتى شي حاجه، نتوما كتخيطوا ونتوما كتردوا البال. كما قلت لكم دائما ردوا البال.
هكذا انا راه خيطنا كلشي بالصباط ديال السنسله هو باش خيطناه، وغادي نوريكم النتيجه ديال هذا الكل. كنقلبوه بحال هكذا، كيتخيط كيخرج بحال هكذا، فيه بي كوردوني وكيخرج بحال داير كلشي فواحد النيفو كما قلت لكم. تحاولوا تخرجوا ليه القنطه كله يخرج بطريقه مقاده بحال هكا. وهكا اللي درت لهذا الكل، خيط اللي خيطت معكم غنديروا لواحد اخر اللي غيكون في الجهه الاخرى، وغادي نرجع معكم. دابا ملي خيطناهم بجوج البنات غادي ندير لهم واحد الخيط الثاني من هنا اللي غادي تشدهم عن بعد، غنمشيو على الصباط، يعني غادي نخليو الصباط فوق البي، واحد الراس فوق البي، غادي يمشي واحد الراس ديال الصباط فوق البي هنا، والاخر يعني اللي برا غادي يضرب على الحاشيه ديال الطوب البيض. بحال الدورات كندوز بيديا باش تجي الغرزه مقاده تجي في الحاشيه باش تيجي مفيني. غنوريكم دابا الخياطه فين جات باش تقدروا تفهموا انني جبتها على الحاشيه ديال هنا ديال بكوردوني ديالنا. من الاحسن تكون في الحاشيه ما تكونش في الوسطانيه باش الا تصلح كيجي زوين. حتى اللي درت حتى باش خيطت هذا غادي نخيط ليه الاخر وغادي نرجع معكم. دابا البنات غادي نمونطيو هذا الطرف ديال الباتخيل، كما كتشوفوا هذا راه مطوي على جوج، هذا الطرف ديال اللور مطوي على جوج، يعني كل طرف ديال اللور درتو مدوبل باش يجي الكل مدفون. غادي نشد واحد البلاصه من هادو، من هاد البلاصه غادي نشد واحد الخيط بحال هكا من هنا هكا، وهذا غيتنا على هذا مازال، وهذا عاوتاني غيتخيط بحال هكا وغادي يجي متني على هذا بحال هكذا بحال هكذا غادي يجي. غير انا الطريقه باش درتو باش نقدر نفينو الكل من اللور من هنا وكيجي مدوبل، وعلاش درتو باش تفهموا هذه الطريقه اللي درت لكم. دابا غادي نخيط كل واحد الطرف بوحدو، ما غاديش نجمع هاد الطرفه بجوج كما شوفوا معايا. دابا هاد الطرفين هاد كيما قلت لكم ديال اللور هادو مدوبلين، غنخليهم حتى نركب الكول. عادة نرد واحد على واحد بحال هكا باش يجي مفيني مزيان. هنايا دابا كيما كتشوفوا هنا هو الوسط ديال الكول فين غيتحطوا الكول مع الكول الاخر اللي هو هنا كيما كتشوفوا، هنايا هو الوسط فاش غنحطوا الكول ديال اليمين وديال اليسار. غنحطو واحد لهاد الجهة واحد لهاد الجهة كما كتشوفو معايا بحال هكا. كنحاول نجيبو في القنت في الوسط نيشان، كنخيط البنات قل من سنتيم، قل منديرو السنتيم كامل. دابا هاد الجهة ركبت ليها الكول،
غنركب بطبيعه الحال كنخليو هنايا كيشد بنص ضيف كيشد هنايا باش الا جا الطرف ديال اليمين طلع فوق الطرف ديال اليسر كيجي لكم قد مع الاخر كيبانو من اللور جوج وتيبانو من القدام جوج. غادي نحط لكم الاخر هنايا غادي نحاول نجيبو نيشان على هذا كما كتشوفوا بحال هكذا غيجي واحد مقدم على الاخر حاولوا ما يطلع حتى طرف على طرف يجيو مساويين وما يجيو مفرقين. غنحاول نبداهم من 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 الجهه الاخرى ولكن غادي تردوا البال اللي ما قدرش يدير يمبل او لا يدير الفنيت كما قلت لكم قل من سنتيم. ملي كنخيطو الكول ديالنا بحال هكا البنات كنردو هذا هو اللي كنردو عليه بحال هكا كنشدو هاد الكرانه وكندوروه حتى لحدا دورات العنق بحال هكا. ملي كندوروه كنحطو عليه البي كنخيطو من هنا كما قلت لكم البنات كنخيطو من هنا حدا الكرانه فين غيكونوا الصديفات كنخيطو هاد الدوبل ديالنا. ملي كنقربو دورات العنق كنحطو داك البي اللي فصلنا كنحطوه بحال هكا كنفوتوه غير بشويه ديك جوج سنتيم او سنتيم ونص من الاحسن يكون غير سنتيم ونص. كنحاولوا نفوتوا على الكل فين دزنا قبيله بالخياطه كندوز على الثاني حتى كندوزوا البي ديالنا كامل. ملي كنوصلوا عاوتاني هنا كنردوا هاد الثوب وكنحبسوا في الكرانه وكندوزوا بي عاوتاني فوق من هذا. غادي نوريكم انا ما كنظنش واش غيبان لكم دابا غادي نوريكم كيفاش هانتوما كتخيطوا دابا هاد هاد الدوبلور ديالو كتخيطو بحال هكا كدوح كتحطو عليه البي بحال ما هكا وكتجيبو عاوتاني حتى لهنا كتحطو هذا هو الاول هادو الكتف ما تشدوهمش شدو غير هذا وكتحطو عليه وكنديرو فيه هادوك الضريبات انا درتهم من قبل هما هادو كنشدوه كنقلبوه بحال هكا كما كتشوفو كنقلبو الكول ديالنا وكنقلبوه بحال هكا كنقلبوا هاد الطبطين عاوتاني بحال هكا ويلا قلبناه غادي نقلب لكم تشوفوا الا قلبناه كيجي مغطي بحال هكا وهاد الطرف اللي بقى لينا هنايا ديال الكتف الدوبل هو اللي كنشدو كنفينيو به هنايا وكيجي الكول بحال هكا شفتوه بحال هكا كيجي كامل. دابا شنو كندير هذا دابا غادي نجمعو لداخل وغادي نخيط غادي نحاول نجمع البنات هاد البي على جوج ومن بعد عاد نطويه غادي نحاول نجمعو على جوج كما غادي نوريكم ونعاود نطويه بحال هكا شنو كيبقى ليا البنات غيبقى ليا هاد الطبطين دابا اللي شفتو بحال هذا غادي نحاول نشدو مع هنايا
القول ديالي هو هذا. دابا كما كتشوفوا هو كامل التليفاس ديالو هو هذا القول. دابا غادي شنو غادي نركبوا لي غادي نركبوا لي غنديروا لي فرونس الطرف التحتاني اللي هو هذا. هذا دابا هو ديال القدام. غادي نخليوها البنات غادي نكبروا الغرزه ديال الماشين وغادي نخليو تقريبا 5 ديال السنتيم وغادي نديرو لي فرونس ديالنا. غادي نجيبو هاد الطرف ديال القدام اللي هو هذا وغادي نلصقوه مع الطرف التحتاني ديال الكسيوة ديالنا. غنخيط ديك 5 ديال السنتيم اللي قلنا قبيله وغادي نحبس حتى نجر لي فرونس ديالي ونحاول ما يخرجوا ليا من الهي. هانتوما كيما كتشوفوا لي فرونس كنجر فيهم بحال هكا غنديرهم على حد ديك 5 السنتيم. وما باش ما كثيرين لي فرونس لي كسيوات ديال البنات الصغار كيجيو زوينين. ونحاول نقيس على الصدر ديال الكسيوه ديال حتى يجي بحال هكا. وملي كنقيسو راه كنقد هاد لي فرونس نجيبهم مساويين يجيو فواحد النيفو كاملين. ولا ما بغيتوش لي فرونس تقدروا ديروا لي بلي تقدروا ديروا بلي بلا ولا لي بلي عادي. دابا الكسيوة ديالنا هادو هما لي فرونس اللي درنا ليها هما هادو. هنا دابا اللي خيطنا البنات بحال هكا. دابا اللي بقى ليا هو اللور الطرف اللوراني اللي هو فيه السليفات غادي ينزلو ديك الطرف التحتاني غادي ينزلو فيه الصايع في الطرف ديال الصايع عفوا غادي ينزلو فيه واحد جوج سليفات. تقدر تكون سليفات تقدر يكونو جوج سليفات. هنا غير بغيت باش تعرفو كيفاش كتفينا الصايه ديال تحت بالسليفات بلا ما نزيدو لها حتى شي طرف ما حتى شي حاجه. درنا غير هاد الفتحه البنات درنا غير هاد الفتحه اللي درنا في هاد الطرف اللوراني بحال هكا. ما غنزيدو ليه حتى طرف في كاشي داك العيب ولا شي حاجه. غنوري لكم هاد الطريقه زوينه تقدروا ديروها. غادي تطويوه بحال هكا هنا فين درنا الفتحه غادي نطويوه بحال هكذا. وكنجيو هذا كيدير شحال من حاجه ماشي غير في هاد الكسيوات. كنجي لهاد كنفوت دابا هاد الفتحه بسنتيم ونص تقريبا ولا جوج سنتيم وكندير خياطه هنايا كندير الخياطه ديال 8 سنتيم او ديال 9 سنتيم تقريبا. بحال هاد الخياطه اللي كندير هي هادي. غادي نوريكم كيفاش كتجي بطريقه سهله. وهاد التقنيه بغيت تكونوا تعرفوها. ملي كنحلوها بحال هكا ديك الخياطه اللي درنا هنايا كان هذا اللي غادي يكون فيه الصدف كنطويوه بحال هكا كيطوى وهذا كيجي محلول وكنحطو واحد على واحد وبلا ما نزيدو ليه حتى شي حاجه. وتتكون كنديرو الصديفه هنا الا بغينا ولا كنديروها غير في الفوق غير المهم باش تقدر البنيه تلبس الكسيوه ديالها. هانتوما كيجي بحال هكا وهذا كيكون مطوي. دابا غادي ندير ليه لي فرونس وشوفوا معايا. غادي نعاود ثاني نخلي 5 ديال السنتيم بحال الاول وغندير لي فرونس ديالي. كما قلت لكم كنخلي 5 ديال السنتيم وكندير لي فرونس. هذا هو اللي كيجي مطوي. هذا كيجي محلول البنات ما كنطويوش. كنوصل عاد ثاني 5 سنتيم كنحبس. كنجيب هاد جوج ربعه ديال اللور هكا وكنخيطهم مع هنايا بحال هكا. شنو كندير البنات كنخيط غير الطرف ديال القدام وكنخلي داك الدوبلور ديال الداخل
ما كنخيطوش حتى الاخر باش كنفني به هذوك الشنات وداكشي كله. كنجبد لي فرونس ديالي كنجبد لي فرونس بحال هكا حتى يتقادو ليا، وكنمشي فين كانت فين كان درت الكرانه هو فين كان وقف الصايه ديالي، ونعاود نجددها لان ما بينش. هاد الكرانه دابا هي فاش كنخليها دابا محلول، وهاد الكرانه كنحط عليها الصايه ديالي ديال التحت، وكندير لي فرونس، وكنخلي شويه فين يكونوا الصدف كنخليه ما فيهش لي فرونس تقريبا ديك جوج سنتيم، وكنحل لي فرونس ديالي حتى كنقدهم، وكما قلت لكم كنخيط. دابا ملي كنخيط هذا الطرف غادي نوريكم الطرف اللي خيط. ملي خيط دابا هذا الربع اللي هو هذا، هو هذا اللي خيط هنايا ودرت ليه لي فرونس كله قديته، كنهز هذا كنرد عليه هذا بحال هكا، هانتوما كتشوفوا بحال هكا باش يجي نفيني. باش تجي ديك الخياطه ودوك الشنات كلشي كيدخل لداخل وكيجي بطريقه انفينيه، غادي نوريها لكم هاد التفينات كي دايره. كنتمنى تفهموني لهاد الطريقه زوينه، داكشي باش درتها معكم باش خدمتها معكم. غنوريكم كي خرج كنقلبوه بحال الا قلبنا الكم ولا شي حاجه، وكيبان مفيني من هنا شفتوه، ومفيني من هنا كيجي بطريقه زوينه وذكيه، كيجي مفيني بحال هكا. غادي نعاود نخدم معكم الجهه الاخرى باش تقدروا تفهموا كيفاش درت لهذاك الاولاني. هذا دابا كنخليوه مفتوح، كنحاولوا غير نجبدوا لي فرونس باش ما يتسل لينا داك لي فرونس اللي درنا بحال هكا. هانتوما شوفوا معايا البنات كنديروا كما غنجدد لكم الكرانه هنايا باش تبان لكم. كنهزوا هذا الطرف دابا، هادو جوج طروفه، كنهزوا الطرف الوجه ديال الثوب وكنخليو هذا محلول ماشي بحال الجهه الاخرى. تقدروا تدخلوا فيه شويه ديال السرجي صافي باش ما يبان، وكنشدوه بحال هكا، كنحيدوا هذا الدبلور هكا وكنخيطوه غير مع الوجه ديال الكسوه ديالنا، حيت من بعد هذا كنشدو كنردوه عليه بحال هكا. غنخيط هذا لان هذا كيمكن خيطو بالزربه، غنخيط معكم هذا بدقه دقه باش تفهموا، واخا غيجيني الفيديو طويل المهم تفهموا. غادي نجري فرونس ديالي عاوتاني، وغادي نخلي 5 سنتيم جهه التركيز، هو فاش نخليو ديك 2 سنتيم جهه التركيز. كنت غنخيط معكم غير جهه وحده، ولكن من الاحسن نعاود لكم هذه باش تفهموا كيفاش. كما كتشوفوا كما قلت لكم قبيله دابا هذا راه خيطته، والا شفتوه هذا هو الداخل ديال الكسوه ديالنا، هذا هو الداخل ديالها، وهذا هو الدوبلور اللي درنا مدوبلي. كيفاش باش نغطيو هاد الشنات؟ كنحلوه بحال هكا هذا، وكنديروا ليه هكذا، وكنطويوه لهاد الجهه فين كاينين الشنات، كنلبسو واحد بواحد، هانتوما واحد بواحد كيتلبس، وكندوروه كامل حتى حتى لحدا التركيز. فهمتوني هانتوما هكا؟ اللي ما فهمش يبقى يعاود الفيديو شحال من خطره حتى يتفهم ليه مزيان. وديك الساعه كنخيطوه بحال هكا، علاش؟ لان هذه الطريقه زوينه، وطريقه اللي كتجيب اللبسه ما فيها حتى عيب. هذوك الشنات كاملين كيدخلوا لداخل. وكنشدوه كنقلبوه بحال هكا، انتما كتبان الكسوه ديالي مفينيه من الداخل، ما كيبان فيها حتى شي حاجه من دوك الشنات، وكتبان من برا مفينيه، هانتوما شفتوها، هانتوما مفينيه من هنا ومفينيه من هنا.
دابا هذا هو اللور ديال الكسوه ديالنا، وهنايا راه كتكون فيه واحد الكليه هنايا، ولكن كنديروا لها بالمصلوح كتجي عندها واحد تجي في واحد الشكل بحال شي كليه هابطه من هنايا. انتما كتشوفوا الكسوه ديالنا هي هذه، غادي نقول لكم شحال خرج فيها. انا قلت لكم قل من 50 سنتيم، غادي تشوفوا معايا شحال خرجات. خرج فيها تقريبا خرج فيها 37 سنتيم اللي خرج فيها في الطول ديال هاد الكسيوه، لان غير ديال الزياده. نقدروا الا بغينا ندخلوا هنايا الدونتيل شبكه ولا الثوب يكون بيض ولا شي حاجه، غير انا درت لكم نموذج. نتوما تقدروا تفننوا كيف بغيتوا في الكسيوه ديالنا. كنشدوا لكم ديالنا البنات، كنديروا لهم كنمشيو من التركيز على بعد 8 سنتيم او 9 سنتيم، كنديروا لي فرونس لهاد الكم ديالنا بحال هكا، كنجيبوه داير حتى الجهه الاخرى، كنقيسوا الجهه مع الجهه ديال الفرونس وجهه مقاده باش يكون بحال هنا بحال هنا. دابا الكمام غنخيط معكم غيركم، لان الكمام الطريقه ديالهم مفهومه في هاد الكسيوه كما كنديروا الكمام كاملين. هذا هما لي فرونس اللي درنا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو باندا بيضه من هنايا باش يجي بحال الكم. بغيو نديرو باندا البنات، غادي نديرو لي فرونس اللي فهم لكم حتى هو الكمام، كنديرو لي فرونس من الجنب كله كما كتشوفوا معايا. لي فرونس هما هادو، كنهزو هاد الباندا بيضة كنحطوها لتحت بحال كيما هكا، أو كنحطو عليها لا ماشين أو كنخيطو، كنجرو شوية لي فرونس ديالنا باش يجيو مكمشين ويجيو بحال الكسيوة بحال لي فرونس ديال الكسيوة بحال لي فرونس ديال الكمام. كنحاولو هاد لي فرونس البنات نجيبوهم كتار في الوسط كتر من الجنب، كنجيبوهم كتر في الوسط باش كيجيو مني فخين وتيعطي واحد المنظر زوين، وجدام كنديرو غير واحد شوية. دابا البنات هاد الكم ديالنا دابا غادي نركبوه الكسيوة، كنخليوها محلولة بحال هكا، كنخيطو من التركيز من تحت الباط، كنبداو نخيطو بحال هكا. وقبل قبل غير نطلعو بشوية خصنا نعرفو الكرانة ديال فوق الكتف، نديروها باش نعرفو فوق الكتف باش يجيو لي فرونس داكشي اللي درنا في الجهة القدامية اللي غادي نديرو في الجهة اللورانية. غادي نجبد دابا الخيط ديال لي فرونس ديالي، سمحوا لي قلت لكم اليوم التفاصيل، لان هاد الكسيوه كما قلت لكم ضروري يكون فيها التفاصيل باش تفهموا الفيديو وتفهموا الموديل. كنجيبوا ديك الكرانه اللي درنا كنجيبوها فوق الكتف، كنلعب عليها هي هادي، يا يعني اما كنشدها بالفنيطه اولا كنشدها غير بيديه، تقدروا تشدوها بالفنيطه نتوما. كنخيط كنجيب لي فرونس ديالي كيجيو كلهم بحال اللي قدام بحال اللور فواحد النيفو كيما قلت لكم. هدا ملي دزت كله بالخياطه والكرانه اللي قلت لكم درتها هنا باش يجي لي فرونس بحال هنا بحال هنا، ملي كنقلبوا الكم ديالنا تيعطي هاد النفيخه بحال هكا، الا خيطنا غادي يجي بحال هكا. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجيب الخياطه من التحت ديال الكسوه حتى للفوق، هانتوما غادي نبدا من الفوق حتى لتحت. كنجيو تحت هاد الخياطه باش ما تبقى تحت الباط بحال هكا، كنوركو عليها هكذا بالماكينه، كندوزو عليها هكا بالماكينه هكا اللي درت لهاد الجهه اللي غادي ندير الجهه الاخرى. نوريها لكم كي طلعت من اللي تخيطات، غادي تكون بحال هكا من جوج جوايه كما كتشوفوا.
غادي نخيطها بحال الاخرى، غنخيطها بحال هذه وغادي نجمع عليها لتحت وغادي ندوز ليها المصلوح وغادي ندير لها الاكسسوارات اللي غادي نزيد لها لي بابيون شي وريدات بحال هكا وغادي نوريها لكم. الكسيوه ديالنا البنات بعد ما مونطيت ليها الجنب وصلحتها قلت علاش لا ما نزيد ليها واحد الدونتيل هذا الشبكه، غادي نزيدو ليها في التحت هذا الدونتيل الشبكه هكذا، نزيد ليها شويه ديال الجماليه. هانتوما معايا شوفوا معايا، غادي نلصقوا عند السرجي الكسيوه، عند السرجي غادي نحطو غير من الفوق هكا على السرجي نيشان ونخدمو وندور بيه الكل. كما كتشوفوا الكسيوه ديالنا هي كتحمق زوينه، شوفوها معايا دابا دوزت ليها شويه ديال المصلوح انتما كي تبان لكم كتشوفوها. دابا اللي بقى ليها البنات اللي غادي نوريكم شنو غندير ليها، غادي ندير لها نديكور ليها هذا الكول بحال هكا كما كتشوفوا، باش غنزينوه ضروري كنزينوه بشي حاجه اللي هو شي حاجه بحال هكا بحال هاد الوريضات، كنديروا لهم بحال هكا كنلصقوهم هنايا، كنلصقوا لهاد الوريضات هنايا في الثوق عفوا في الكول، وكنديروا ليها واحد البابيون هنا الا بغينا، الا بغينا كنديروا واحد الوريضه هنا وحده هنا بحال هكا، الا بغينا كنديرهم في جهه وحده بحال كما كتشوفوا. دابا انا نقدر نلصق وحده هنا وحده هنا، نقدر ندير جوج في هاد الجهه جهه وحده، وانا على ما كنظن حسن تكون وحده هنا وحده هنا وتكون واحد البابيون هنايا. هانتوما غندير لها صديفات وغادي نوريها لكم كي طلعت. كنتمنى تعجبكم واللي عجبات القناه ديالي كما كنقول لكم دائما، اللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد.